متتبعي قناة بدر، أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن تكونوا أنتم ونباتاتكم بألف خير. نعم، نباتاتكم أيضا بألف خير، لأنه فعلا شيء مؤسف أن ترى نبتة ما تدبل وتموت، أليس كذلك؟ لكن ما الحل؟ هناك من يختار شراء النباتات الصناعية كهاته الصباريات الجميلة أو هاته الشجرة المقزمة لإضفاء لمسة مميزة للديكور الداخلي للبيت وللتهرب من العناية اليومية من ري وتسميد والتي تتطلبها النباتات الطبيعية. لكن في نظري هذا ليس حلاً. تبدو جميلة فعلاً، لكنها ميتة، مجرد بلاستيك. الحل في نظري أن نهتم أكثر بالنباتات الطبيعية. وقبل شراء نبات ما، لابد أن نعرف احتياجاته وطريقة العناية به حتى نحافظ على جماله ونضارته، وحتى نضمن لأنفسنا التمتع بجمال طبيعي ونضارة دائمة تفتقد إليها النباتات الصناعية. إذن أصدقائي متتبعي قناة بدرة، أعتقد أنكم تتفقون معي في أن النباتات الصناعية ليست حلاً ولا يمكن أن تكون بديلاً للنباتات الطبيعية، حتى وإن اجتهد صناعها في محاولة إتقانها حتى تصبح شبيهة بالحقيقية. أتمنى أن تترك تعليقاً أسفل الفيديو بنعم أو لا كإجابة على السؤال التالي: هل النباتات الصناعية يمكن أن تعوض النباتات الطبيعية؟ إلى اللقاء.